السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب التبرج للعلامة ابن باز رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، لقب بمفتي البلاد، وبشيخ الإسلام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 و1000، وله من العمر 90 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه مرارا تحت نظره باسم التبرج، مما يدل على ثبوت هذا الاسم له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب إيضاح حكم التبرج، إيضاح حكم التبرج والتحذير منه. والتنبيه إلى وخيم عاقبته. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاء الكتاب قطعة واحدة في نسق متتابع، مشرب بجم غفير من الأدلة، مع العناية بتفسير الآيات والإشارة في مواضع كثيرة إلى درجات المرويات. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا يخفى على كل من له معرفة ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج كثير من النساء وسفورهن، وعدم تحجبهن من الرجال، وإبداء كثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداؤها. ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسهور من ظهور الفواحش
وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. فاتقوا الله أيها المسلمون. التبرج والسفور لفظان يندرج أحدهما في الآخر، فإن التبرج هو إبداء المرأة الزينة التي أمرت بإخفائها، مما تتطلع إليه النفوس. وأما السفور فيختص بإبداء الوجه وكشفه، ولا ريب أن السفور فرد من أفراد التبرج، فمن أسفرت عن وجهها فقد أبدت شيئا من زينتها فهي متبرجة، إلا أن التبرج أشد قبحا إذا تهتكت فيه المرأة، فإن فيه إبداء لكثير من المحاسن فوق إبداء الوجه، كإبدائها لعنقها أو صدرها أو ذراعيها أو غير ذلك. وهذه البلية مما رزئت به الأمة في القرن الرابع عشر، إذ لم تكن نساء المسلمين في الأرض جميعا مبتليات بشيء من هذا، حتى تسلط عليهم أعداؤهم ودب إليهم هذا البلاء شيئا فشيئا، حتى شاع وعمت به البلوى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومر نظير هذه الشكوى في كلام العلامة محمد بخيت المطيع رحمه الله تعالى في كتابه بغية أهل الدراية. نعم. أحسن الله إليكم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي سفهائكم، امنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن، وألزموهن التحجب والتستر، واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن التبرج والسهور من المنكرات العظيمة كما سيأتي بيان حرمتها، أعلم عن قاعدة شرعية وجادة سوية: إذا فشت المنكرات أمر بها الشارع الحكيم، وهي المبادرة إلى تغييرها، وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر الظاهرة التي اجتمعت عليها دلائل الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على وجوبها. ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى بعدما أبداه من عموم البلوى بهذين المنكرين، أبدى طرفا من الأدلة التي فيها النهي عن المنكرات، ومن جملتها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فترك إنكار المنكرات وتغييرها يورث تعميم العقوبات على الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فلم يغيروه،
مجمل فسره حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم الآتي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكرات مرتب على هذه المراتب الثلاث باعتبار القدرة عليها، وأولها إنكار اليد، وثانيها إنكار اللسان، وثالثها إنكار القلب. والمراد بإنكار القلب كراهته للمنكر ونفوره منه، فهو وجدان قلبي يجده المرء إذا رأى شيئا من المنكرات، ولا يلزم منه تمعر وجه أو تقضيب جبين أو تأفف لسان، لأن هذا ليس من جملة التغيير القلبي، وإنما آثار زائدة على ذلك. فإذا وقع في القلب كراهة المنكر والنفور منه وبغضه وعدم استحسانه، كان ذلك هو التغيير القلبي، كما حكاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الآية. وأورد في تفسيرها الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، الحديث. وفي ذلك بيان عقيب وخيم عاقبة ترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وأنه يجر الخلق إلى تنافر قلوبهم وتسلط لعنة الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا الحديث مما اختلف الرواة فيه على وجوه، أمثلها رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عبيدة لم يسمع كبير شيء من أبيه على الصحيح، لكن حديثه عند الحفاظ من جملة المسند، كما نص على ذلك علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي رحمهم الله. فلا يقال إن هذا الإسناد منقطع، بل هو صورته صورة المنقطع وله حكم الاتصال، وهذا كثير في الأسانيد. فليس كل انقطاع يوجب ضعفا، بل من الانقطاع ما تكون صورته صورة الانقطاع وحقيقته الاتصال، لأن أبا عبيدة أخذ علم أبيه وحديثه عن كبار أصحابه كعلقمة ومسروق وغيرهما. ثم أورد حديث أبي سعيد عند مسلم: وفيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره، وهو مفسر لمجمل الحديث المتقدم: فلم يغيروه. نعم. وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن البيوت، وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا لهن من أسباب الفتنة. فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، الآية. نهى سبحانه في هذه الآية نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين، وهن من خير النساء وأطهرهن، عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تليين القول وترقيقه، لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك. وأمر بلزومهن البيوت، ونهون عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة.
وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة الدالة على حرمة التبرج وعظيم خطره، فأورد قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الآية من سورة الأحزاب، وبين وجه دلالتها بأنها تضمنت نهي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن خير النساء، عن الخضوع بالقول أي إمالته وتليينه وترقيقه، خشية أن يطمع من في قلبه مرض شهوة فيظن أنهن مائلات إليه. وأمر الله عز وجل إياهن بلزوم البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية. تبرج الجاهلية هو كما سلف إبداء المحاسن المأمور بسترها، وإنما اتفقت هذه الأوامر متتابعة لما في مخالفة ذلك من الفساد العظيم في تحريك قلوب الرجال وإطماعهم في حظهم الذي يطلبونه من النساء. وهذه الآية توهم متوهمون أنها مختصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصلح أن تكون حكما عاما لنساء المؤمنين. وهذا الذي توهموه مردود من أربعة وجوه. فالوجه الأول تمام الآية، إذ فيه قوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لا تختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المأمور به في هذه الآية والمنهي عنه شامل لجميع النساء، وإنما خص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب تعظيما لهن، إذ هن أولى النساء بإحراز هؤلاء الكمالات، كأمره عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي اتق الله، أو قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في آي أخر. فإن مباشرته صلى الله عليه وسلم بالأمر لإرادة تعظيمه صلوات الله عليه وسلامه. ثانيها أن الله عز وجل ذكر علة ذلك بقوله: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذه العلة لا يقتصر وجودها على جناب حرم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي علة موجودة في سائر ما يجري من الخطاب بين الرجال والنساء. ومن قواعد الأصول أن عموم العلة يوجب تعميمها في الأفراد، فكما يخشى من طمع
من في قلبه مرض في حرم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى منه في الطمع بحرم غيره صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن توجيه الخطاب بما ذكر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عفتهن وطهارتهن دال على أن غيرهن من النساء ملحق بهن، فإن النساء لا يبلغن مبلغ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مراتب الطهارة والعفاف والبعد عن أسباب الغواية والردى. ورابعها أن هذا الأمر والنهي إذا كان واقعا في زمن القرن الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه من تمام التقوى وكمال الأحوال، فجريانه في قرون الأمة الأخرى أحرى وأولى. أحسن الله إليكم. وقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة وأن التحجب طهارة وسلامة. فيا معشر المسلمين تأدبوا بتأديب الله وامتثلوا أمر الله وألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا ثانيا في التحذير من التبرج وبيان علة ذلك، وهو قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. فإن هذه الآية نص في وجوب احتجاب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، لقوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا أمر يثمر وجوب وقوع السؤال من وراء حجاب. وعلة هذا ما ذكره الله عز وجل بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة الحاملة على الاحتجاب تحصيل طهارة القلب للرجال والنساء معا، والبعد عن الفاحشة ودواعيها وأسبابها. والأمر بذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يراد به المبالغة في تطهيرها، فإن قلوبهم طاهرة لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى، فلأجل الإفضاء بهم إلى مزيد طهارة ونقاء أمروا بهذا. ويعلم به كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعلم أن التبرج سبب لنجاسة القلب وخبثه، كما أن
كما أن الحجاب سبب لطهارة القلب وسلامه وسلامته وصلاحه، وهذا هو المشهود به في البلاد التي شاع فيها التبرج، فقد تسلط الشيطان على كثير من أهلها من الرجال والنساء، ووقعوا في المحرمات على اختلاف أنواعها مما يكون بين الرجال والنساء. وهذه الآية أبلغ دليل على إبطال ظنون من يظن أن الحجاب مبني على إساءة الظن، فأين هذا الذي فهمه من قول الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فليس الأمر لهم ولا لهن مبنيا على إساءة الظن وتحدث الشر في الرجال أو النساء، بل هو مبني على تحصيل كمال أعظم وهو طهارة القلب. وهذه الآية مما ادعى مدعون خصوصها بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، والرد عليها ظاهر من القاعدة الأصولية المتقدمة أن العلة إذا عمت أورثت التعميم في جميع الأفراد، وتحصيل طهارة قلوب الرجال والنساء علة تلفى وتطلب في كل قلب من قلوبهم، فلأجل عموم العلة أعم الخطاب جميع الرجال والنساء في الزمن النبوي فما بعده. نعم، صلى الله عليه. بعدها في السقط عندكم آية جديدة، قال: وقال عز وجل، اكتبوا، وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نعم، صلى الله عليه. وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلابيب جمع جلباب، هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به. أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة، فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى، ثم أخبر سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية ثالثة، وهي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. فإن هذه الآية مشتملة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يباشر أمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، والمراد بالإدناء الإلباس، فمعنى الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن بلباسهن هؤلاء الجلابيب. وأصل الجلباب هو ما يغطي رأس المرأة
وعنقها وينزل من وراء ذلك على جنبيها وظهرها، وقد يكون قصيرا وقد يكون طويلا. فالعباءة المعروفة اليوم هي مندرجة في مسمى الجلباب، وما كانت عليه النساء قبل عقود مما يسمى في البلاد النجدية بالملف، هو من جملة أيضا ما يدخل في مسمى الجلباب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ما رواه ابن جرير وغيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وهذا الأثر من نسخة مشهورة في التفسير، هي نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكنه روى التفسير عن مجاهد وغيره عن ابن عباس، فهو من قبيل ما حكم باتصاله للعلم بالساقط بينهما. وقد شحن البخاري رحمه الله تعالى كتاب التفسير من صحيحه بالآثار المعلقة من هذه النسخة إشعارا بثبوتها، وكان الإمام أحمد يثني عليها ويقول: نسخة معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمصر تصلح للرحلة إليها، أو كلاما هذا معناه. فهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر. ومن أهل العلم من أبدى وجوها من الاعتراض على هذه النسخة كالمعلم، والظاهر أن الأصل في هذه النسخة ثبوت ما فيها، إلا أن يقوم دليل على توهينه من وجه آخر. وهذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه في تفسير آية أخرى ما يخالفه في المعنى، والجمع بينهما أولى، فإن ابن عباس كما سيأتي فسر الزينة الظاهرة بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، بالوجه والكفين، وهذا يخالف هذه الرواية. والجمع بينهما بأن يقال إن التفسير للزينة بالوجه الظاهرة بالوجه واليدين بناء على ما كان قبل النسخ والأمر بالحجاب، وهذه الرواية الثانية كائنة بعد الأمر بالحجاب. نعم. وقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يخبر سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟ لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. وشرط سبحانه في حق العجوز ألا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذلك والله أعلم، إلا أن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج،
فنويت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب أولى وأبعد لهن عن أسباب الفتنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا رابعا في الأمر بالتستر والحجاب والنهي عن التبرج، وذكر رحمه الله تعالى وجه الدلالة الظاهرة في هذه الآية، فإن هذه الآية مصرحة بجواز وضع القواعد من النساء ثيابهن عن وجوههن وأيديهن شريطة أن يكن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن من تبرجت بزينة فإنها آثمة بذلك، وأن عليها جناحا وإثما ولو كانت عجوزا. وإذا كان هذا النهي موجه إلى النساء اللواتي لا يرجون نكاحا من القواعد وهن العجائز، فتوجيهه إلى الشابات القويات الجامعات لمضان الحسن والجمال أولى. ثم إن الله سبحانه وتعالى مع صدور هذا الإذن بيّن أن الأبلغ تحري العفاف، فقال وأن يستعففن خير لهن، أي خير لهن من وضع ثيابهن عن وجوههن وأيديهن. وإذا كان هذا خيرا لأولئك النسوة فخيريته أعظم لمن كان ممن يرجو النكاح من النساء الشواب. نعم. صلى الله عليكم. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك. ولهذا قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك. وأخبر عز وجل أنه خبير بما يصنعه الناس وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي ذلك تحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله عليه والإعراض عما شرع الله له، وتذكير له بأن الله سبحانه يرى ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالواجب على العبد أن يحذر ربه وأن يستحي منه أن يراه على معصيته أو يفقده أو
أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، كما أمر المؤمن بذلك صيانة لهن من أسباب الفتنة وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. ثم قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر منها يعني بذلك ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه. ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج فتنة. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبى على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة ووجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: أحدهما كونهن لا يرجون النكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سهور النساء وتبرجهن بالزينة. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمي، وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب. فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب لا يعرفن بسبب تخميرهن وجوههن، ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن. فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا آخر في بيان هذه المسألة، وهو قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية والتي بعدها. فإن الله عز وجل هنا أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، والمراد بغض البصر قصره ونقصه، فإن الغض أصل عند العرب دال على القصر والإنقاص. والأمر لهم ولهن بغض الأبصار وحفظ الفروج لما في ذلك من صيانتهم جميعاً من الوقوع في الفساد الكبير، وقبول دواعي افتتان بعضهم ببعض. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى علة في حق الرجال فقال: ذلكم أزكى. إيش لكم؟ طيب، والنساء ليش ما ذكرت العلة؟ لماذا قال في النساء ذلك أزكى لهم ولم يذكر ذلك في النساء؟ لأن افتتان الرجال بالنساء أشد وأعظم. أحسنت. لأن داعي الفطرة في النفوس ميل الرجال إلى النساء لا ميل النساء إلى الرجال، فإن الفطرة المرتكزة في النفس البشرية
فيها وجود ميل الرجل إلى المرأة أكثر من ميل المرأة إلى الرجل، ولهذا فإن العرف دارج بين المسلمين أن الرجل يطلب إعفاف نفسه بالنكاح، وقل أن تسأله امرأة، لأن الأصل هو غرس الميل والشهوة في الرجل أكثر منه في المرأة. وهذه الآية كما سلف دليل على وجوب غض البصر وحفظ الفرج، وفيها قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الصحابة رضوان الله عنهم في تفسير قوله تعالى ما ظهر منها على مذهبين اثنين، أحدهما أن ما ظهر منها اللباس وهو قول ابن مسعود، والثاني أن ما ظهر منها الوجه والكفين وهو قول ابن عباس. وعلى قول ابن عباس هذا يكون إبداء الوجه والكفين مأذونا به، والحاكم بين القولين هو رعاية العرف القرآني في الخطاب، وهذه قاعدة جليلة، فإن مشكلات مسائل التفسير تندفع كثيرا بملاحظة معهود الخطاب في القرآن الكريم عند إطلاق لفظ ما من الألفاظ، فإذا وجد هذا اللفظ مرادا به معنى متتابعا في القرآن كان حمل ذلك المعنى، كان حمل ذلك الموضع المشكل على خطاب القرآن أولى من حمله على غيره. بيان ذلك كما بينه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هو أن الزينة إنما تطلق في القرآن على المنفصل عن الذات، الخارج عنها، البائن منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وقال تعالى: ولقد زينا السماء بزينة الكواكب. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالزينة كيفما تصرفت في القرآن إنما تدل على شيء خارج عن الذات بائن عنها، فزينة الأرض ليست من الأرض، وزينة السماء ليست من السماء، وزينة العباد الممتن بها هاهنا مما أنعم الله عز وجل به عليهم هو مما خرج عن ذواتهم. وحينئذ فالقول بأن الزينة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن يراد بها منفصل عن ذواتهن وهو اللباس، فإن اللباس هو المنفصل، وأما الوجه واليدان فهما من جملة الذات. فإذا علم هذا فهم أن الراجح من التفسيرين هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الأوفق لنسق الخطاب القرآني، وهو أيضا الموافق لقول ابن عباس الثاني الذي تقدم، كما أنه يمكن حمل قول ابن عباس هذا على ما كان قبل الأمر بالحجاب ووقوع النسخ كما سلف. ونبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة عظيم، وقد تقدم قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولم يستثن شيئا، فهذه الآية دالة على تعين الحجاب كما سلف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين. ويدل على ذلك كما سبق ما ذكره الله عز وجل في حق القواعد،
وأيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بالحديث المروي في الصحيح في قصة الإفك لما خمرت عائشة وجهها حين سمعت صوت صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب، لأن النساء لم يكن يسترن وجوههن، فلما نزلت آية الحجاب صارت النساء لا يعرفن لتخميرهن وجوههن. وهذه المعاني التي ذكرناها فيما سلف هي الظواهر الراجحة من دلائل القرآن والسنة، ولا يأتي أحد بخلاف ذلك من الأدلة إلا كان صحيحا غير دال على المقصود أو صريحا في الدلالة على المقصود لكنه غير صحيح. ومن أحسن من أبان عن دلائل القرآن في أمر الحجاب العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة الأحزاب خاصة، فينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءة ذلك الموضع لما فيه من إبداء دلائل القرآن القطعية على وجوب الحجاب وحرمة السفور والتبرج، وأن ما يعرض من الأدلة بعد ذلك فهو إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صريح. فهذه مسألة دينية شرعية وليست مسألة اجتماعية عرفية بحيث يكون المرد فيها إلى عادات النساء والناس في الأزمنة والأمكنة، بل هي أمر شرعي إلهي. ولو اجتمعت نساء الدنيا على سفور وجوههن لم يكن ذلك دالا على إبطال هذا الحكم الشرعي، ومن يتعلل بجعل هذه عادة اجتماعية إنما يريد بذلك أن يهون على الناس خلعها ويحملهم على التهاون فيها، حتى انتقل هذا الأمر إلى المتشرعة فصاروا يسهلون فيها، مع أن الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين وسعوا باختيارهم في مسائل ستر الوجه ذكروا ما ينبغي أن يكون عليه النساء في زمان الفتنة، هذا في زمانهم المتقدم الذي كان الناس على حال وافرة فيه من الطهارة والعفاف والتصون، فكيف الحال بهذه الأزمنة الأخيرة؟ ثم إن الفقهاء رحمهم الله تعالى ممن أبدى قولا واختيارا في كشف الوجه لم يزد عليه ما آل إليه أمر النساء في كثير من البلدان من إبداء النحور والصدور والشعور، فإن هذا ما قال به أحد من فقهاء الإسلام. والعجيب أمر من يسأل عن مسألة تذكر فيها المستفتية أن هناك من النساء من يضع شيئا على رأسه ويظهر شيء من شعرها، وربما لا تضرب خمارها على وجه على صدرها فيتبدى شيء من عنقها، فيجيب بأن مسألة الحجاب فيها خلاف بين الفقهاء، وأنه ينبغي أن يسعى المسلمين في هذا العصر خلاف فقهائهم المتقدمين، وهذا من التلبيس في الدين والخيانة في التوقيع عن رب العالمين، لأن هذه الدعوة إنما يصح إجراؤها في كشف الوجه، وأما الصدور والنحور والشعور فهذا ما قال به أحد من فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى. كما أنه ينبغي أن يرعى المتكلم في هذه المسائل التفريق بين امرئ يحمله على هذا الاختيار الدليل والبرهان الذي يظهر له من دلائل القرآن والسنة، وبين من يتشدق بهذه المسائل وهو لا يرقب في الإيمان وأهله
إلاً ولا ذمة، بل هو ممن اجتر إلى نفسه مقالات أهل الكفر، فحاله أشبه شيء بالمنافقين. فالمتكلم في هذه المسألة ليس على حد سواء، بل منهم من يريد أن يصل إلى ما يتبدى له من اجتهاد فيها، ومنهم من يجعلها قنطرة إلى سريان الفجور والفساد بين نساء المؤمنين. وأكثر ما يؤتى الناس من مثل هذه الجهالات في الإفتاء، وكما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإن الدين إما أن يفسد بمن بيده ولاية السلطان والحكم، وإما أن يفسد بمن في يده ولاية الفتيا والعلم ممن يتخذه الناس رأسا. فينبغي أن يميز طالب العلم حال الناس في هذه المسألة، وأن يعرف ما يقول وما يدر فيها، وأن مناط المتكلمين فيها مختلف. والباعث لهم على بث مثل هذه المسائل متفاوت، حتى لا يؤكل كما أكل الثور الأبيض كما يقال في الأمثال. نعم. صلى الله عليكم. ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون زوجا أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيح: فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم، وامنعهن مما حرم الله عليهن من السهور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه بأعداء الله من النصارى ومن تشبه بهم، واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه. عافانا الله وإياكم من شر ذلك. ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة بضم الباء، نوع من الإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا تحذير شديد من التبرج والسهور ولبس الرقيق والقصير من الثياب والمين عن الحق والعفة وإمالة الناس إلى الباطل، وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم، ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة. نسأل الله العافية من ذلك. ومن أعظم الفساد تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير من الثياب وإبداء الشعور والمحاسن ومشت الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق ووصل الشعر ولبس الرؤوس الصناعية المسمات الباروكة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، معلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياة. فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النساء منه والشدة في ذلك، لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه
إذا كبرنا فيقع بذلك الفساد والمحذور الفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر من دلائل حرمة التبرج والتحذير منه، أتبع ذلك بذكر جمل من مظاهر الفساد بين النساء، ومن جملتها خلوة الرجال بهن وسفرهم بهن من دون محرم، فإن خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه أو سفره بها مما حرمه الله عز وجل، وجاءت في ذلك أحاديث عديدة أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. فلا يجوز للمرأة أن تمكن رجلا أجنبيا من الخلوة بها ولا أن تسافر معه، وهذه أحكام ثابتة في كل زمان ومكان. والسفر أقل ما يقال فيه الرجوع إلى العرف، فكل ما سماه العرف سفرا اندرج في حكم هذه الأحاديث. ثم ذكر مظهرا آخر من مظاهر ذلك، وهو ما آل إليه حال جماعة من النساء من تعظيم رؤوسهن، إما بجمع الشعر بعضه فوق بعض أو بزيادة صوف أو نحوه فيه أو غير ذلك، فكل ما كان فيه تعظيم للشعر وجمع له فوق قمته فهو داخل في هذا النعت المذكور في الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وقد فشى هذا في النساء كثيرا بطرائق عدة، إذا أفاض المفتي في تتبعها أتعب نفسه لتجددها، لكن يجعل الجامع له العلم بأن تعظيم الرأس وتكبيره بأي أمر أنه من جملة ما يدخل في هذا الوصف الدال على التحريم. فكل ما كان فيه تعظيم للرأس إما بجمع أو رد للضفائر أو إدخال صوف أو نحو ذلك كله من جملة ما يندرج في هذا. ثم ذكر مظهرا ثالثا من هذه المظاهر، وهو تشبه كثير من نساء المسلمين بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير وإبداء الشعور والمحاسن ومشط شعورهن على طريقة أهل الكفر والفسق، ووصل الشعر ولبس الرؤوس الصناعية أي الشعر الصناعي المسماة بالباروكة. فكل هذا مما شابه فيه نساء كثير من المؤمنين نساء أهل الكفر. وقد روى أبو داود وأحمد بسند جيد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يقتضي التنفير من موافقتهم والحرص على مباعدتهم في كل أمر من الأمور من الديانات والعادات وغيرها، لما يترتب على ذلك من ميل النفوس إليهم ومحبة طريقتهم عند الاستكثار منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يحذر منه التساهل في ذلك في حق الصغيرات، لأن هذا يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه، فيستطبن إذا كبرن هذا اللباس ولا يرضين أن يتحولن عنه، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. واليوم ليس ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه،
بل ينشأ ناشئ الفتيان والفتيات فينا على ما عودته أمه، لأن أكثر الناس شغلوا عن تهذيب أبنائهم وملاحظة أحوالهم بما آل إليه حال الناس في طلب المعاش، مما يوجب على طالب النجاة أن يتحرى هذا الأمر كثيرا، ابتداء في طلب زوج صالحة، ثم في دوام الملاحظة لزوجه ولأبنائه، فإن المرأة إذا أهمل هذا ربما جر ويلات على أهل بيته. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. وأحكام البيت ومعاشرة الأهل مما يغفل طائفة من طلبة العلم على رعايتها تعلما ومتابعتها تعليما، لما طبع عليه الناس من إهمال بيوتهم لانشغالهم بأمر أنفسهم، وهذا في طلبة العلم أكثر، كما ذكر ذلك العلامة زكريا الأنصاري لما سئل عن وجود الفساد في أبناء العلماء، فذكر كلاما له معناه أن العلماء يشتغلون بتكميل أنفسهم ونفع الناس، فيغفلون لكمال ما شغلوا به عن ملاحظة أبنائهم، ولا شك أن هذا نقصا ينبغي أن يحذر منه المشتغل بالشريعة، فإن الله عز وجل مسترعيه في هذه الرعية، فسائله عما استرعاه. نعم. صلى الله عليه. فاتقوا الله عباد الله واحذروا ما حرم الله عليكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق والصبر عليه، واعلموا أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك ومجازيكم عن أعمالكم، وسبحانه مع الصابرين ومع المتقين والمحسنين، فاصبروا وصابروا واتقوا الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ولا ريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء والرؤساء وأعضاء الهيئات أكبر من الواجب على غيرهم، والخطر عليهم أشد، والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة، ليس إنكار المنكر خاصا بهم، بل الواجب على جميع المسلمين، ولا سيما أعيانهم وكبارهم، وبالأخص أولياء النساء وأزواجهن. إنكار هذا المنكر والغلظة فيه والشدة على من تساهل في ذلك، لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء ويهدينا ونساءنا إلى سواء السبيل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريين أصحاب يأخذون سنته ويهتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمرنا ويقمع بهم الفساد وينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالحض على التقوى والتحذير مما حرم الله، والأمر بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، فإن العبد يفتقر إلى الصبر افتقارا شديدا في مثل هذه المنازل، فإن دواعي الشهوة والشبهة تروج على الخلق وتجتر أقرب الناس إليه، وهذا شاهده في القرآن ما سلف في قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فإن الأزواج والأولاد ربما جروا
ولي أمرهم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى مجاراة لغيرهم، كما يقولون بلسان الخلق اليوم كل الناس على هذا، وهذا من الشبهات الشيطانية، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بما عليه الناس، وإنما تعبدنا بالأمر والنهي الوارد في الشريعة. فهذه الشبهة الشيطانية التي سوغت لكثير من أولياء الأزواج والنساء في التساهل بأمور الشريعة تحت طائلة كل الناس يفعلون ذلك، فليوطن المرء نفسه وأهله على أن الله يأمرنا بشيء وينهانا عن شيء، وأنه هو الذي يقع عليه التواب والعقاب والمدح والذم والسعادة والشقاء. وأما ما عليه الناس فإن كان من جملة المأذون فيه فلا بأس به، وأما إن كان من جملة المنهي عنه فلا خير فيه. ثم ختم المصنف بعدما سلف من الأمر، ختم ببيان الواجب على ولاة الأمر من الأمراء والقضاة والعلماء والرؤساء وأعضاء الهيئات، وأنه يجب عليهم من مباشرة هذا الأمر والسعي في إنكاره والتحذير منه أعظم مما يجب على غيرهم، لأن الولاية متعلقة بهم، وفروض الكفاية قد يعرض لها من الأسباب ما يجعلها فرض عين في حق أحد من الخلق، كمن ولي ولاية دينية في أمر أو نهي أو تعليم، فإن قيامه بما التزمه في هذه الولاية من أمر أو نهي أو تعليم أو إرشاد أو دعوة يجعلها في حقه واجبا عينيا. مثاله إذا قيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، علم أنه لا يكون فرض كفاية في حق العاملين في دائرة الحسبة المسماة بالهيئة، بل يكون فرض عين عليهم. ومثله الدعوة والإرشاد في حق العاملين في سلك الدعوة من موظفي الجهة المخولة من ولي الأمر بذلك، المعروفة بوزارة الشؤون الإسلامية في بلادنا مثلا، فإن الواجب عليهم فوق الواجب على غيرهم. وقل مثل هذا في نظائر هذه المسائل. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى آخر كتابه ما كان من ديدانه من دعاء الله سبحانه وتعالى للمسلمين خاصتهم وعامتهم بالصلاح والإصلاح والفوز والفلاح في الدنيا والأخرى، وهذا آخر رسالة التبرج. وبعدها في هذه النشرة رسالة أخرى لها ديباجة، لكن أسقطها الناشر ابتغاء الجمع بين الكتابين، وهذا كتاب آخر أدرج في التصوير لتستفيدوا منه في هذه المسألة الجليلة، وعسى أن يمن الله سبحانه وتعالى بإقرائه في مقام آخر بإذنه عز وجل. فرسالة التبرج رسالة مفردة، ورسالة خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله رسالة مفردة، وهما موجودان في مجموع مصنفات الشيخ على الإفراد، وطبع قديما هكذا في حياته رحمه الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وأنبه إلى أن درسي العصر غدا وبعد غد سيحولان إلى الفجر، لأن وقت العصر سيضيق عنهما، ولما أعد الجدول كان في الذهن الوقت الذي كنا عليه في أول الصيف، فقد كان العصر يمتد إلى 3 ساعات، فيحول درس العصر غدا وبعد غد إلى درس الفجر، ودرس الفجر غدا وبعد غد إلى درس العصر، فعوض أن يكون درس الفجر غدا كتاب الغرباء يكون كتاب الكوكب الحديث هو درس الفجر، وكتاب الغرباء هو درس العصر، ليكون في ذلك ساعة من الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.